بقى ذكرنا في منطقة الطفولة بابا أيوة. وحبك ليه وارتباطك بيه، عايزين نتكلم على ماما بقى. ماما دي أكيد لازم لها علامة كبيرة في حياتك، قصة كفاح. ماما دي طول ما أبويا كان عايش أيوة عمرها ما مسكت فلوس، مدلعها بقى، ما تعرفش ايه الفلوس. يعني كانت تروح كل حاجة مدلعها. تنزل الصبح هي ومدام عبود باشا، كانت أيوة. صعبة مدام عبود باشا، مدام عبود باشا خالص صعبة مراته، اللي كان عندهم كمان وسائل النقل وحاجات كده، كانت تعدي العربية ينزلوا يروحوا سيكوريلي، يروحوا بتاع، يروحوا سدناوي، يشتروا اللي هم عايزينه أيوة. ويمشوا، ما لهمش دعوه. الله حلو، مفيش فلوس. حلو قوي، حلو قوي. ده بيروح على البهوات على ابويا وعلى العبوط، يعني ما لهمش دعوه. ومره واحده في ليله بصت لقت مفيش، ضربه قاسيه، اضطرت بقى تمسك في الفلوس وتعمل بتاع، يعني ده كتر خير اسمه ايه، مورو باشا هو اللي جاب لها شغله في الاصلعين. مباشا اللي هو كان الخير، كان بتاخد 15 جنيه في الشهر اظن حاجه، بس وقتها بتروح كل يوم الاصلعيني بالترماي وتيجي. ايوه كانت ست عظمه، كانت تركب الترماي الهادي 15 اللي اللي يوديها من الزمالك على العتبه ومن العتبه على الاصلعيني. 15 جنيه يكفوا؟ 15 جنيه كان دي كانت كده الاسعار. ويكفوا يكفوا، كان كنا بنأجر شقه كمان لان لسه بأجرها، ما شاء الله بتجي الدخل. كمان يعني ست، الحقيقه دي قصه كفاح بقى، لانه ست اجنبيه كفاح واي كفاح، كل يوم بتضطر تمشي بتاع 2 كيلو لغايه البتاع، يعني عمليه. بس برافو عليها، برافو طبعا عليها وشجاعه منها ما فيش شك، وشخصيه قويه. اثرت فيه، كانت محبوبه قوي، محبوبة جدا، يعني البنات اللي كانوا في كلية الطب كانوا يعبدوها، يعني يحبوها. هي كانت لطيفة، يعني كانت ست لطيفة. انا معايا تليفون جميل وعايزة اكمل مع حضرتك، بس معايا تليفون من نجمة انا بموت فيها وبنحبها كلنا. واحنا يعني الحقيقة طلبناها لان احنا عارفين مدى حبك ليها. ايضا اقول لك معانا مين؟ معانا نجمتنا الرائعة نادية لطفي. اهلا وسهلا. الو، اهلا، يا مساء الخير. اهلا، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبه قلبي؟ وانا اقبلك لان انت خليتيني اسمع حبيب قلبي. يا روحي عليك، شفت بقى استاذ احمد؟ الله يخليها وطول في عمرها. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. طبعا نجم مصر كله، بس الله يسترك. لا انا ليه حق اقول لك يا احمد؟ طبعا. وتقول اللي انت عايزاه. انا ازيك؟ وحشني وحشني. الله يخليك يا حبيبي، بس انا ما بحبش ازعجك يعني. ازيك؟ كويس الحمد لله. انا مبسوطه قوي 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 ان انا اسمع صوتك. الله يخليك. مبسوطه قوي قوي ان انت طالع في البرنامج ده، لانك هتسعدنا كلنا. ميرسي يا فندم. وابنك عامل ايه؟ اما ابني بقى من كتر ما انا بحبك صاحبك. ما هو صاحبي. لا وبعدين يقول لي ايه؟ انا صاحبي احمد رمزي. الله، انت بتسمع صحابي مني يا ولد. يا روحي، ده بيعشقك. لا هو جميل جدا، وانت جميل كمان. الله يخليك. تتذكر احلى فيلم مع نجمتنا الرائعه ناديه لطفي؟ عملنا حب للابد، يوسف شاهين. حبي للابد. كنت انت لسه زغطوطه خالص، وانت برضه زغطوطه. بس كنت وبعدين عملنا برضه حاجه لذيذه، لا تطفئ الشمس. أكيد، أكيد أكيد الله. من الأدوار الخالدة لأحمد رمزي. الله يخليك. دور ممدوح ده يعني بتاع ما شاء الله إحسان. الفيلم ده كان الناس كلها في الصالة بتعيط، بالنسبة لما عملت الحتة بالبشرة موت، بقى عيطوا حقيقي. كان دور جميل جميل الحمد لله. قوي. ومذكرات تلميذك
ايوه مذكرات الميزه، فاكر يا استاذ احمد؟ كان جميل. اه طبعا. لا هتفتكر ايه ده؟ عامل سبع بنات. ده سبع بنات مدام. ايوه ايوه سبع بنات. وبعدين رمزي عامل ايه؟ عامل ولا 300,000 فيلم. اه ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليه وعليكي والله يا مدام نادية. الله يخليكم. ده انت منورانا وصوتك الحلو ده كده نفسنا نسمعه على طول وتبقى معانا. انت اسعدتوني بالمكالمه الجميله دي. لان احمد رمزي ده انا بقول ده نبيل. الله يخليك يا الله على التعبير الحلو بتاعك. طبعا والله العظيم تعبير رائع. وهو ده حقيقه. وشهم وجدع. الله. وراجل. الله. طب مدام ناديه، مدام حضرتك معانا، ايه السؤال اللي تحب تساليه له دلوقتي عشان يجاوبك عليه؟ انا ما اقدرش اساله السؤال. لان كل الاجوبه عندي. لان حقيقه الاستاذ رمزي ده راجل، يعني زي ما قلت لحضرتك، راجل نبيل، راجل كله عزه وكبرياء وشهامه. ما شاء الله. طبعا طبعا. فانا ما اسالوش لان النبيل لا يسال. الله. انا بتعلم من الكلمات الحلوه بتاعتك يا مدام ناديه والله. طبعا. يعني احنا نسال انفسنا ايه التقصير اللي احنا بنفعله. ما نسالش البرنس، ما نسالش النبيل. الله 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 الله. صحيح عندك حق والله يا مدام ناديه. صحيح احنا نسال نفسنا. صحيح ايه التقصير اللي عملناه معاه؟ اقول لك التقصير ايه. ايه بقى؟ لان رمزي راجل لما يعني نقدر نقول يعني في الفن هو هاوي فني. هاوي قيمة. أيوة. هاوي رقي. أيوة. فإذا تدنى العمل فهو ينفر منه. فبكبريائه. صحيح. هو ما يجرحش حد. لأن انتماء الفن أكبر من هو يقول عليه كلام أو يشكي منه. لكن هو أكيد جوه حزين على ما وصل إليه الخط البياني الفني الثقافي اللي هو بدأ فيه. صحيح. ده لسه كان بيقول الحكاية دي والله العظيم. والله لسه كان بيقول إن ليه إحنا كده الأفلام اتأخرت والقصص والكتابة وبقينا نقدم أفلام مش في المستوى اللي هو بيحلم بيه دايماً أو اللي ابتديتوه. ما هو بقى ينقى، يعني هو كبرياءه وأمانته وشرفه ينقى إن هو يكمل هذا المشوار إلى أن تتحسن الحال. والله ده أنا رأى إحساسي كده. 8 أفلام مع بعض، وطبعا عشرة كبيرة في الوسط الفني. لازم يكون نسمع الكلمات الحلوة والوصف الجميل اللي قالته مدام نادية لطفي. ده مش وصف، ده حقيقة. الله يخليك. وشهامة والله. ده انت يا مدام، يعني صوته يمكن وقتي مش واصلك، انما قد ايه هو يعني واضح قدام الشاشه. ايه مكتوب بقى؟ واضح يعني على الشاشه. والله انا بحييه وبحييكم. انا بشكرك يا مدام نادي على مواقفك الجميله طول عمرك وعلى حبك. لا ده هو علمني ووقف مواقف امامي، فهو قدوه بالنسبه لي في الخلق. الله الله. طبعا طبعا. يعني حضرتك تحب تقول لها حاجه؟ لا انا ما اقول له ان انت وحشني كتير قوي. ومش هخليك كسب اكتر من كده بقى. يا روحي. طب والله صح. والله اللي وحشنا انت مدام ناديه كمان. حضرتك جدا جدا. بوسك بيت بوسه. وانا كمان على ذوقك وعلى رقتك وعلى حبك لكل الفنانين وتقديرك ليهم. الله يخليك. واحنا بنقدرك ونحييكي كلنا. وانت كمان يعني بتقدمي كل شيء له يعني شيء ثمين. ربنا يخليك. يعني انت بتقدمي الجواهر وبتقدمي القيم والاخلاق اللي هي موجوده، بس يعني الاضاءه مش عليها كافيه. ربنا يخليكي، تستاهلي كل خير وكل تقدير يا مدام ناديه. الله يخليكي لنفسك. الله يخليكي حبيبتي.
شكرا جزيلا وسهرة سعيدة ان شاء الله. طب يا حبيبي شكرا امان الله. استاذ احمد شفت الحب بقى من ده كتير قوي. انا ما بقتش عارفه كتير قوي. على العموم هي يزن عارفه طبعك وقالت لك انت مكسوف ومش هكسفك اكتر من كده. يعني ما خجول انت يا استاذ احمد. يعني خجول ما ما ما. مش عارف ما اقول لك انا ما لا انا ما خجول الواحد ما بيعرفش يقدر نفسه يعني اكيد اكيد طبعا.